عليكم، مرحبا بكم جديد في قناه شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعض شوربه اللي بالخضر وكتجي هائله في المذاق، كذلك صحيه في نفس الوقت. فكنتمنى الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فبسم الله نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. هاد الشوربه فغادي نحتاجوا على بركه الله. عندي هنايا جوج حبات ديال البره اولا حبه وحده اللي حبيتو، مفرومين على هذا الشكل اللي هو البوارو اولا البصل الاخضر. عندي قرعه خضراء مقطعه على هذا الشكل، قطع صغيره لان هذه الشوربه ما غاديش نطحنها من بعد ما طيب، فكنقطعها قطع صغيره ولا كندوزها في الطحانه اللي ما كتكونش كطحن، يعني فقط كتهرمش لينا الخضره. ها نتوما كيف كتشوفوا، كذلك الجزر عندي هنايا مقطع. عندي حبه ديال البطاطس، عندي اللفت مخلط ما بين الاصفر واللفت الابيض، واللفت الابيض الصغير كذلك حتى هو درتو. عندي بصله حتى هي مفرومه اولا مقطعه قطع. عندي شويه ديال الدجاج حسب المتوفر عندنا، الا عندنا غير هكا عظيمات ديال الدجاج ممكن نديرهم فقط للتنسيم. عندي هنايا شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الكرافس. عندي بالنسبه للتوابل قليل من العطريه ديال الدجاج، قليل من الخرقوم اولا الكركم عواد، عندي شويه ديال السكنجبير او الزنجبيل، والقليل من الفلفل الاسود اولا الابزار. عندي ضمد البنة ديال الدجاج، عندي قطعه ديال الزبده اللي غادي نشحر فيها هاد الخضر. غادي نحتاج شويه ديال دقيق الكرات اولا ديال البصل، وعندي هنايا شويه ديال الشعريه الرقيقه كاع بمره اللي كنستعملوها في الصفه، هي اللي غادي نضيفها حتى الاخير حتى كيطيب لينا هاد الخضروات كاملين عاد غادي نضيفوها. او الا عندنا الشعريه الصينيه ما كانش عندنا هاد الشعريه هذه، ممكن نضيفو كذلك الشعريه الصينيه من بعد ما كنديروها في الماء سخون حتى كترطب، ونقدروا نضيفوها في الاخير. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجهم، وما تنساوش الملح بطبيعه الحال حسب الذوق. فنبداو على بركه الله في طريقه التحضير. اذا في طنجره الضغط على النار غادي نوضع قطعه الزبده، غنضيف معاها القليل جدا من الزيت باش ما يتحرقش لينا هذاك الزبده. صافي، وغادي نبدا نضيف الان. غنضيف اول حاجه هذا البوارو، وكذلك غنضيف البصله. نخليهم يتشحروا واحد شويه مع داك الزبيده. صافي، من بعد ما كتذوب لينا داك الزبده وكيتشحر لينا البصله مع البوارو، غادي نبدا نضيف الان الخضر ديالنا. كيف قلت لكم اللفت، الجزر، القرعه، ممكن نضيفوا حتى الكول او الكروم اذا كان عندنا موجود، ممكن نضيفوا حتى البروكلي حتى هو نقدروا نضيفوا. صافي، غادي نخلطوا هاد الخضر كامله هي مع داك البصل. غنزيدو التوابل وضمد البنة. كذلك البصل. هاد الدقيق الكرات فيه واحد البنة هائلة. نضيفو كذلك الدجاج، القزبر والمعدنوس والكرافس. صافي، غنخلي هاد الكمية كلها كتشحر حتى تشحر لينا مزيان، عاد من بعد غادي نضيفو لها الماء سخون اللي غادي نطيبو فيها هاد الصوبة ديالنا. ما كتشحر لينا هاديك الخضرة غادي نضيفو لها الآن الماء الكافي، الماء الأحسن يكون غليان. صافي، وغادي نخليوها حتى كطيب لينا هاديك الخضيرة مزيان، وعاد في الأخير غادي نضيفو عليها هاديك الشعرية، وغادي تكون واجده لينا الشوربه ديالنا ان شاء الله. نعاودو نتلاقاو باش نشوفوها الشكل النهائي. هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا، كتجي هائله في المذاق ديالها. كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا صحيه، وكتغير كذلك في رمضان على الحريره. كنتمنى انكم
الى عجبتكم الوصفه وعجبكم لا فيديو خليوا لي لايك بارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. فنقول لكم خليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.